نخلة الصحارى العربية من أقدم المزروعات في التاريخ، ويعتقد أن منطقة العراق والوطن العربي وبعض المناطق المجاورة له هي الموطن الأول لانتشار شجر النخيل، فأقدم ما عرف عن النخل كان في بابل القديمة التي يمتد عمرها إلى حوالي 4000 سنة قبل الميلاد، حيث عثر على رموز تاريخية تدل على النخلة. وحتى قبل هذا التاريخ أثبتت الدراسات التاريخية أن مدينة أريدو العراقية، وهي من مدن ما قبل الطوفان، كانت منطقة رئيسية لزراعة النخيل. ومن بين اللقى الأثرية التي وجدت في العراق لوحة أثرية مسجل عليها طريقة إجراء عملية تلقيح النخيل. كما أن النقوش السومرية التي وجدت في جنوب العراق والخليج العربي تدل على وجود النخل في تلك المنطقة، وفي الوثائق التاريخية القديمة وردت في شريعة حمورابي أحكام عدة متعلقة بالنخلة، فتقول المادة 59: إذا قطع رجل نخلة في بستان رجل آخر من دون إذن فعليه أن يدفع غرامة قدرها 225 غراماً من الفضة. وتقول المادة 65: إذا أهمل البستاني ولم يلقح البستان وتسبب في تقليل الحاصل فعليه أن يؤدي إيجار البستان كاملاً على أساس البساتين المجاورة. ووردت في بعض المنحوتات الآشورية صور الجنود الآشوريين وهم يدمرون بساتين أعدائهم ونخلهم، كما وجدت أشجار النخيل في الآثار المصرية القديمة من خلال الصور المكتشفة في معابد المصريين القدماء ومقابرهم، والتي تجسد إجراء عملية تلقيح النخيل، إضافة للنقوش الأثرية التي ترمز لأشجار النخيل.